من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية أن غرفة عمليات في الدوحة تراقب الهدنة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ولديها خطوط اتصال مباشرة مع الاحتلال ومع المكتب السياسي لحماس في الدوحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشف المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري عن جهود حثيثة ومستمرة تبذلها الدوحة في إطار وسطتها من أجل الوصول إلى تمديد جديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة خلال الساعات 48 المقبلة. وبحسب المتحدث القطري فإن مناقشات ستجرى في وقت لاحق حول مناقشة ملف العسكريين الأسرى بين حماس والاحتلال. وقال الاتفاق الحالي للهدنة منح الأولوية للأطفال والنساء ومن ثم المدنيين. الآن ينضم معنا الصحفي الفلسطيني المعروف السيد يونس أبو جراد. نرحب بك سيد يونس معنا إلى هذه النشرة. بداية، كيف تقرأ؟ هل ستكون هناك ربما يعني هدنة ويتم تمديدها؟ هل هناك مؤشرات لذلك؟ يعني الأمر مرتبط في الحقيقة، طبعا حياكم الله جميعا، الأمر مرتبط في الحقيقة بمدى وجود محتجزين مدنيين متبقين في قطاع غزة. نحن نعرف أن عددا كبيرا منهم كما أعلنت المقاومة قبل ذلك تعرض للقصف وقتل أثناء المعارك وأثناء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لكن إن كانت يتوفر لدى المقاومة عدد من أولئك المحتجزين فأعتقد أن الأمور يمكن أن تمدد باتجاه الإفراج عن المزيد منهم مقابل المزيد من الأسرى الفلسطينيين بالآلية ذاتها التي جرت خلال الأيام الخمسة الماضية. لكن إذا كان لم يكن متوفر فستكون هناك أزمة في الحقيقة. ربما كانت هناك جهود قطرية وأمريكية ومصرية لمحاولة الوصول إلى تسوية ما أو رؤية ما بخصوص الأسرى العسكريين الموجودين لدى المقاومة، لكن لا أعرف إلى أين وصلت. ربما كانت في هذا الاتجاه اللقاء اللي كان أمس في قطر للاستخبارات المصرية والقطرية بالإضافة للإسرائيلية والأمريكية، وربما كانت في اتجاه آخر يتعلق بالحديث عن مآلات الأمور فيما لو استمرت المعركة واستمرت الحرب على قطاع غزة. صحيح، يعني هناك لقاء عالي المستوى الآن في الدوحة كما تحدث، والحديث عن هدنة موسعة ربما. هل باعتقادك المقاومة الفلسطينية وحماس يعني تحديدا لديها أوراق قوة لم تستخدمها الآن وربما سيتم استخدامها الآن لتمديد هذه الهدنة والوصول إلى وقف ربما لإطلاق النار في قطاع غزة؟ المقاومة بالتأكيد تمتلك أوراق قوة كثيرة، أهمها هي الشعب الفلسطيني وإصراره على إفشال مخططات الاحتلال مهما كانت ثمن. المخططات المتعلقة بالتهجير القسري مثلا ومن شمال قطاع غزة إلى جنوبه. والمقاومة لديها ورقة قوة أيضا كبيرة وهي وجود عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، خاصة من الجنود والضباط. هؤلاء لم يجري الحديث عنهم بنفس الآلية التي تجري الآن بالنسبة للمدنيين، لأن المدنيين الذين خرجوا مقابل بعض المعايير والضوابط الخاصة بالهدنة، معايير إنسانية. لكن عندما يجري الحديث عن تهدئة أو وقف لإطلاق النار مثلا، وقف نهائي لإطلاق النار، في نفس الوقت تكون هناك عملية تبادل. المقاومة تطالب أن تكون عملية التبادل تحت مبدأ الكل مقابل الكل، بمعنى تبييض السجون مقابل إخراج أو الإفراج عن هؤلاء الأسرى من الجنود والضباط. هذه كلها أفكار، لكن لا نعرف إلى أين يمكن أن تصل، هل ممكن الاحتلال يقبل بها أم لا. ونحن نعرف دائما أن المفاوضات تكون صعبة وصعبة جدا، ويحاول كل طرف من الأطراف أن يستخدم أقصى ما لديه في الضغط على الطرف الآخر. لكن المقاومة أيضا لديها يعني مقاومة قوية على أرض الواقع، وهذا من أقوى الأوراق التي تمتلكها المقاومة. ولأن الاحتلال أصلا في العمليات البرية التي قام بها خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية لم يكن قادرا على الوصول إلى أي من أسراه أو المحتجزين. صحيح. بل بالعكس، قبل أول أمس عندما سلمت المقاومة دفعة من المحتجزين سلمتها من مدينة غزة ومن شمال قطاع غزة، في دلالة واضحة ومؤشر مهم إلى أنه يتم التسليم من المكان الذي جرت فيه العمليات والمعارك الكبرى. صحيح، يعني المقاومة الفلسطينية نعم أثبتت ذلك، ونقاط قوة كبيرة أثبتتها للعدو أيضا للعالم. وعلى ذكر نقاط القوة والضعف، فيما يتعلق أيضا بالداخل في إسرائيل والانقسام الحاصل في تل أبيب، أيضا هل يسهم في أن العدو ربما أيضا سيقبل بالهدنة حاليا؟ في داخل الكيان كثير خرجت كثير من الأصوات التي اعتبرت
وهي من الأصوات المتحالفة مع نتنياهو مثلا كوزراء المتدينين من الأحزاب الدينية المتطرفة، اعتبرت أن هذا هزيمة كبرى لإسرائيل، مجرد القبول بالهدنة الإنسانية وبالمعايير التي حصلت، ونظرت إلى المسألة أنه هذا يعكس أيضا قوة المقاومة وتماسكها وتماسك كادر المقاومة الذي يقوم بالتفاوض ودراسة الأسماء والأوقات ويقوم بعملية تبادل ويفرض على إسرائيل أن تغيب طيرانها في ساعات محددة في شمال قطاع غزة وطيلة الأيام في جنوب قطاع غزة. اعتبروا ذلك هزيمة قاسية لإسرائيل لأنها مجرد تراجعها عن أهدافها الكبرى التي أعلنتها في البداية، والذهاب باتجاه هدنة إنسانية لم يكن متوقعا لدى الجمهور الإسرائيلي ولدى حتى بعض الوزراء المشاركين الذين بطبيعة الحال نتنياهو لا يأخذ رأيهم لأنهم عبارة عن مجموعة بلطجية كانوا قبل أن يصبحوا وزراء، لكن هو اضطر للتعامل معهم واضطر لي أن يكونوا جزءا من حكومته السابقة. نعم. بفعل وجود أصوات لهم طبعا، أصوات كثيرة جدا كان يحتاجها نتنياهو في أن يشكل حكومته. فهناك خلاف واضح، هناك انقسام واضح، هناك أشياء بدأت تظهر أكثر فأكثر الآن. صحيح. تتعلق بحجم الخسائر أيضا لدى الاحتلال، ولأول مرة يعترف منذ أسابيع مثلا بألف مصاب أو جريح من جنوده على مدار الأيام الماضية والأسابيع الماضية، منهم أكثر من 200 إصابة حرجة، وهذا اعتراف جديد يعني او بشكل واضح، بالاضافه الى المشكلات الاقتصاديه وغيره. كل هذه مؤشرات واضحه جدا، ونتنياهو اصبح يتكلم الان مع حزبه بانه الاقدر على منع قيام دوله فلسطينيه مستقله، وبالتالي يجب اعاده انتخابه او يجب اعاده الالتفاف حوله كخيار مهم. ونتنياهو يعتبر نفسه كما قال عنه الرئيس الاسرائيلي السابق، قال نتنياهو ينظر لنفسه ليس على انه مجرد يعني أو على أنه بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل، إنما ينظر لنفسه على أنه موسى، النبي موسى. نتنياهو يعتبر نفسه هو ملك بني إسرائيل وهو الأقدر والأجدر بقيادة الإسرائيليين اليوم، لكن يبدو أنه نتنياهو هو في آخر أيامه وأن النهاية السياسية وفي عهده يعني حدثت هذه الفضيحة حاليا بكل تأكيد. صحيح. هذه كلها حصلت في عهده، وهو طبعا خلال 14 عاما بالمناسبة تقريبا استمرت مدة حكم نتنياهو في الحكومات المتتالية الخاصة به على مدار 14 عاما، كلها كانت من ضمن القضايا الكبرى الذي يعمل عليها نتنياهو كانت قضية غزة، وغزة هي التي هزمته في أكثر من مرة وستهزمه هذه المرة، ولكن هذه المرة ستكون نهايته السياسية وإلى الأبد لمرة واحدة، لأنه في المرات السابقة مثل عملية التبادل الشهيرة وفاء الأحرار في 2011 كانت في عهد نتنياهو، وكثير من المعارك التي خاضتها المقاومة في 2021 كانت في عهد نتنياهو، و2014 في عهد نتنياهو، لكن هو لا يتعلم من أخطائه بينما المقاومة تتعلم من كل معركة تدخلها وتستفيد منها في مراكمة خبراتها ومراكمة إنجازاتها التي نراها اليوم. صحيح. تفاوض بطريقة كما لو أنها تملك قوة كبرى، وهذه هي الإرادة الفلسطينية حقيقة التي تتجلى بهذه الروعة وهذه القوة في التعاطي بنتيجة. صحيح. يعني المقاومة انتصرت في 7 أكتوبر وقاومت خلال الحرب، والآن في الهدنة هي أيضا تفاوض من موقع قوة أيضا كما تحدث، أما بالنسبة للعدو هناك انقسام ومأزق حقيقي. وعلى ذكر الآن بالنسبة للانقسامات الحاصلة داخل إسرائيل، ماذا أيضا عن الموقف بالنسبة للمقاومة الفلسطينية؟ هناك من يتحدث عن انقسامات، ما حقيقة ودقة ذلك سيد يونس؟ إطلاقا لا يوجد أي انقسام، بل بالعكس يعني ما رأيناه أمس من وجود مقاتلين من سرايا القدس وكتائب القسام في عملية التبادل الأخيرة التي جرت أمس دليل واضح بأن التنسيق عالي جدا وبأن العمل موحد على قلب رجل واحد في قطاع غزة بين هذه الفصائل، وليس ثمة انقسام نهائيا بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحتى في العمل العسكري الميداني اليومي كانت هناك عمليات مشتركة على مدار الأيام والأسابيع الماضية، سواء في قصف المستوطنات أو في بعض العمليات لاستهداف آليات العدو. فموقف المقاومة موحد جدا، والرهان على أن يكون هناك انقسام لدى المقاومة هو رهان إسرائيل الساسر، لأن الإسرائيليين يعرفون أن المقاومة اليوم قد شكلت قبل سنوات حتى شكلت جبهة وطنية. نعم. جبهة مقاومة موحدة، وفي وقت الحرب يتم تفعيلها بشكل كبير جدا، وكل المؤشرات وكل المعطيات التي بين أيدينا الآن تشير بأنه هناك موقف موحد للمقاومة الفلسطينية، حتى أنه مثلا المحتجزين الذين كانوا بحوزة سرايا القدس قامت بتسليمهم لحماس، وكذلك بقية التنظيمات سلمت المحتجزين لحركة حماس، وحركة حماس هي التي قامت بإدارة المشهد وبتسليم هؤلاء المحتجزين.
فهذه مسألة تعكس حجم التعاون الكبير بين المقاومة الفلسطينية. نعم. ولا يمكن لبندقية أن تختلف مع شقيقتها في وقت الحرب، وكل ما يدور من هذه الأحاديث أعتقد بأنه يعبر عن عجز إسرائيلي ومن بعض حلفاء إسرائيل للقول بأنه الموقف الفلسطيني غير موحد. وهنا أشير بجدارة إلى الموقف الفلسطيني الخاص بالجبهة الداخلية في الحقيقة التي خرجت من الحرب قبل 5 أيام لترى حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، لكن هذا الدمار كان حافزا لها للالتفاف حول المقاومة وتأييدها أكثر في سبيل الدفاع عن 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 قضايانا وفي سبيل الطأر لهذا الانتقام الذي قامت به إسرائيل والتدمير الكبير الذي لم يكن له داعي في الحقيقة بهذا الحجم إلا لمعاقبة شعبنا في قطاع غزة الذي تعتبر إسرائيل بالمناسبة إنه الشعب حماس، وهو ليس شعبا لحماس، يعني هم يعتبروا إنه يجب أن نعاقب شعب غزة لأنه يؤيد حماس أو يؤيد المقاومة. نعم. ولا يوجد شعب عاقل في العالم أو وطني لا يؤيد المقاومة بغض النظر عن الاسم الذي تتسمى به. اليوم نتحدث عن حماس، أمس كنا نتحدث عن حركة فتح، غدا قد نتحدث عن تنظيم آخر. التنظيمات تتغير والأسماء تتبدل، لكن يبقى الشعب ورغبته في الاستقلال والحرية. العالم كله أعلن دعمه سيد يونس لهذه المقاومة الفلسطينية وليس فقط الفلسطينيين. أشكر تواجدك معنا الصحفي الفلسطيني المعروف سيد يونس أبو جراد، شكرا جزيلا لك سيدي انضمامك معنا.